بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. عناوين كبيرة في المبادرة الصينية للأمن العالمي، هل تقنع كبار العالم؟ نقص الأدوات والآلات الطبية في سوريا، ماذا كشف الزلزال؟ برلين تنفي الإمكانية القانونية لتصنيف حرس الثورة الإسلامية إرهابيا، لماذا الآن؟ وميتا تقيم الآلاف من موظفيها سلبا، كيف يقرأ الموظفون خطوة إدارتهم؟ من الصين الصاعدة إلى العالم المأزوم، مبادرة للأمن العالمي أطلقتها بكين، وتنشد من خلالها تقديم تصورها لحل الأزمات التي يواجهها العالم وتؤثر في نظام العلاقات الدولية في إطار يلحظ التشابك بين السياسة والعسكر والأمن والاقتصاد والبيئة. الرئيس الصيني شي جين بينغ وهو صاحب المبادرة، ويهدف من خلالها إلى عرض الحلول الجذرية. أما وزير خارجيته فقد قال خلال إطلاق المبادرة: سنواصل تعزيز حوار السلام وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور. توجه صيني يتعزز في لحظة دولية شديدة الحساسية، المواجهة الأطلسية الروسية في أوكرانيا، لأنها تشكل دافعا أساسيا في طرح هذه المبادرة، وكذلك التوترات في العديد من البقع الساخنة في العالم. المبادرة تقوم على 6 مبادئ وعشرين نقطة، وتعبر بكين من خلالها عن استعدادها لتعاون أمني ثنائي ومتعدد الأطراف مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. كأن الصين مشاهدين تطرح الوجه السياسي لمبادرة الحزام والطريق الاقتصادية. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، ما هي منطلقات الصين في طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت العالمي الصعب؟ وثانيا، إلى أي مدى تتوقع بكين أن تلقى استجابة عالمية لمبادرتها؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين في بكين. سيد شاهر، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما الذي أقلق الصين للغاية كما جاء في مبادرتها حتى أطلقتها لهذه المبادرة؟ طبعا مساء الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة الصين ليست هي المرة الأولى التي تطلق مبادرات لدعوة إلى الأمن والسلام في العالم. الصين كان لها مبادرات بخصوص الصراع العربي الصهيوني، وكان لها مبادرة بخصوص إعادة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. والصين دائما هي دولة تنادي بحفظ الأمن والسلام في العالم، وهذا مترسخ في مبادئ السياسة الصينية التي أقرت منذ عام 1982. أما بخصوص هذه المبادرة، فأعتقد أن المخاطر التي بدأ العالم كله يعيشها بعد مرور عام تقريبا على الحرب الأوكرانية، هذه الحرب التي رأينا أن العالم كله بدأ يئن من انعكاسات هذه الحرب. نستطيع أن نقول أن العالم اليوم كله تغير بسبب هذه الحرب، ولذلك الصين بدأت تشعر بهذا. ربما لو استطعت أن أشرح قليلا، منذ بداية الحرب وحتى الآن نرى أن هناك أطراف خاسرة وهناك أطراف رابحة إلى حد ما. على ما يبدو أن الطرف الأوكراني والطرف الغربي، الولايات المتحدة هي الطرف الرابح، وفي الطرف الآخر لا زالت ربما بكين حتى الآن بمنطق الحسابات بكين رابحة إلى حد ما، لكن بكين بدأت تستشعر الخطر الآن. إلى متى حتى ما المخاطر على بكين؟ أي نوع من المخاطر تسبب هذه الحرب على بكين؟ زيادة الضغط على بكين قد يصل بها إلى إعلان حرب على بكين من قبل الولايات المتحدة أو الغرب، وهذا التوتر الذي تشهده منطقة تايوان ومنطقة بحر الصين الجنوبي، هذا ليس سهلا، هذا قد يشعل حرب عن طريق الخطأ ربما حتى إذا لم يكن مخطط لهذه الحرب. ورأينا التوترات الأخيرة بخصوص المنطاد الصيني وسوى ذلك من المشاكل التي تعيشها الصين، ولكن الصين علاقتها مع الولايات المتحدة هي أكثر تعقيد من علاقة روسيا مع الولايات المتحدة. الاقتصاد الصيني متداخل جدا مع الاقتصاد الأمريكي، وعلاقات الصين مع الغرب ومع أوكرانيا ومع الولايات المتحدة هي أكثر تشابكا وتعقيدا من علاقة روسيا مع هذه الدول. اليوم أنا وجهة نظري أن هذا الضغط المتزايد على الصين من قبل الولايات المتحدة، أنا وجهة نظري أنه يراد من الصين أن تبادر لطرح مبادرة لتلعب دورا في إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية. لذلك عندما نقرأ هذه المبادرة نرى أنها مبادئ جيدة، ولكنها ربما
نقول أنها صعبة التحقيق من على أرض الواقع. صحيح أنها صعبة بل ربما مستحيلة، لكننا إذا قلنا أن ربما الغرب، ربما هذه المبادرة أيضا تكون مطلب أمريكي ومطلب غربي، وأنهم سيصلون إلى حل. اليوم الدول الأوروبية بدأت تأن وتريد أن تتخلص من هذه الحرب، فهي تدفع ثمنا كبيرا. يعني قد تكون بمكان هذه المبادرة هي المخرج ربما للجميع، وهذا يدل على أنه سيكون في تعاطي سريع معها، تعاطي إيجابي من الغرب كله على حد سواء. لن يكون سريع بالمعنى السريع سريع، لكن يعني الغرب كله سيتعاطى من منطق العقلانية. إلى أين سنذهب؟ هذه الحرب ليس لها نهاية. نحن نقول هزيمة روسيا، نحن سمعنا كلمة الرئيس بوتين الأخيرة والتي تحدث لمدة ساعة ونصف ولم يتحدث عن موضوع السلام. هو تحدث عن سباق تسلح وتحدث عن إرادة غربية لتحطيم روسيا وإخراج روسيا من الخارطة الدولية وما إلى ذلك. ونرى اليوم حشدا دوليا كبيرا إلى جانب أوكرانيا. هذا الحشد يذهب بنا إلى ربما إلى انفجار أزمة دولية كبيرة كل العالم بغنى عنها. رأينا زيارة الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، الجميع يريد أن يسجل نقاطا بمناسبة مرور عام على الحرب الأوكرانية. كل طرف يريد أن يقول أنه هو من حقق انتصارا على أرض الواقع. هذه الرؤية وهذه الزاوية أعتقد أن الصين بدأت تلتقطها، لأنه إلى متى يجب أن نجد حلا سريعا لهذه الأزمة. هذا الحل يكون من خلال مبادرة، هذه المبادرة تحتاج إلى موافقة ودعم جميع الدول أو الكثير من الدول. أعتقد أن الكثير من دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية هي تدعم هذه المبادرة إلى حد ما، لأنهم السياسة الصينية تقبل لدى هذه الدول. كما أن الحاجة الأمريكية إلى الصين، هناك حاجة أمريكية إلى الصين في موضوع الوساطة مع أوكرانيا، وفي موضوع أهم هو العلاقة مع كوريا الشمالية، لأن ليس هناك صلات أو تفاوض بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. طيب كيف سيكون إذن مساره؟ إن لن يكون سريع، كيف سيكون مساره؟ ما المقابل سيكون مقابل أن تمشي هذه المبادرة، لما أو عندما نرى كل الأطراف تتجه إلى التصعيد، الأوكراني والأمريكي والأوروبي، وحتى اليوم الرئيس الروسي في خطابه يعني الكل يتجه باتجاه التصعيد، وكأنه فقط الصين هي تمشي عكس هذا التيار وتفكر بروية وبعقل. كيف سيكون شكلها؟ هل ستمشي هذه المبادرة بين الألغام؟ وما المقابل لكي يتم تنفيذها؟ الصين منذ اليوم الأول كان موقفها مختلف عن مواقف باقي الدول. الكثير من الدول كانت مع أو ضد، إما مع الولايات المتحدة وحلف الناتو وأوكرانيا أو مع روسيا. الصين كان لها موقف مختلف منذ اليوم الأول. الصين أخذت موقف ينم عن موقف دولة كبرى، أنها هي تستطيع أن تقول أن لها موقفها الخاص الذي ينم عن مبادئها وأهدافها الخاصة. فكانت مع أوكرانيا ضد اجتياح الصين لدولة ذات سيادة وما إلى ذلك، لكنها في نفس الوقت قالت أنها تتفهم المخاطر التي تتعرض لها موسكو وتهدد أمنها القومي. من هذه الزاوية الصين أعتقد أنها الآن تبادر، وهذه المبادرة أنا أقول ليست سريعة، لأن بعض السادة المشاهدين عندما نقول مبادرة سريعة ربما يحسبها بالأيام والأشهر. نحن دائما نقول أن أعمار الدول ليست كأعمار البشر، هي تحتاج إلى وقت. فإذا قلنا أنه يوجد حل للأزمة الأوكرانية، لا نتوقع أنه يكون غدا، ربما يستغرق بضع سنوات. والحل المطروح الآن وكل التوجهات، ليس هناك عودة. روسيا تقول أنه لا يمكن العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل هذه الأزمة، وحصل تعديل دستوري في سبتمبر الماضي، وهذا التعديل لن يسمح لأي مؤسسة وحتى لو كان رئيس روسي آخر أن يتنازل عن جزء من أراضي الدولة الروسية. إذن لا عودة إلى الوراء، وبنفس الوقت لا يمكن أن تهزم روسيا، وبنفس الوقت الولايات المتحدة والدول الغربية لا يمكن أن تقبل أن تنتصر روسيا، لأن انتصار روسيا من وجهة نظرهم سيشجع الصين على أخذ تايوان، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة. إذن نحن أمام أزمة معقدة جدا. الصين بدأت تفهم هذه الأزمة وتريد أن تبعد الخطر. وحتى في هذا السياق، يعني بالأمس كان في كلام للرئيس زيلينسكي، قال بوضوح أنه إذا تم دعم من الصين لروسيا هذا سيشعل الحرب العالمية الثالثة. لكن أود أن أسألك، بما أن الصين صح كان لها موقف مغاير، لكنها بالصراعات الدولية هي مع بعض الدول على عداوة خفية أو على حياد، والبعض منها على وفاق. يعني هنا عندما يكون موقع الصين بهذا الشكل مع هذه الأطراف المتنازعة، من أي منطلق ستنطلق به الصين
لتنفيذ هذه المبادرة؟ أي منطلقات سياسية، اقتصادية، أمنية، على أي صعد؟ الصين تنطلق من مبادئها الخاصة ومن احترام الدول وثقتها بهذه المبادئ. دائما الصين عندما تطرح فكرة هي تبني على ثقة المجتمع الدولي بها. حتى الآن المجتمع الدولي لم يرى من الصين ما يخالف توجهاتها ومبادئها التي تطرحها. من هذه الزاوية الصين تعلن دائما ما تريده، لذلك نجدها أنها لا تقف إلى جانب دولة ضد دولة أخرى. وربما أعطي مثال قريب من مجتمعنا أو من الشرق الأوسط، الصين تتعاون مع إيران وتتعاون بنفس الوقت مع إسرائيل، هي تبيع السلاح لإيران وتبيع السلاح بنفس الوقت لإسرائيل، وليس لديها حرج في ذلك. هي تقول نحن لا ندخل في تحالفات. المشكلة أننا دخلنا وخاصة في وسائل الإعلام ومنذ اليوم الأول بالحديث عن تحالف استراتيجي بين روسيا والصين، وهذا غير موجود. والصين دائما تحاول أن تنفيه، وهي تقول أن علاقاتنا مع روسيا هي علاقات متطورة وهي علاقات استراتيجية وربما فوق استراتيجية ولنا مصالح كبيرة ومصالح، لكننا لا تريد أن تستخدم مصطلح التحالف لأنه يدل على استخدام القوة العسكرية أو الوقوف كطرف واحد في وجه الولايات المتحدة، وهي لا تريد ذلك. وبنفس الوقت الولايات المتحدة لا تريد هذه المواجهة مع الصين. ابقى معنا سيد شاهر الشاهر. هي مبادرة تعيد تشكيل مصالح العالم وهي بحجم الحضور الصيني المتنامي، إذ تتناول أزماته العميقة، ولذلك ليس مستغربا أن تسمى مبادرة الأمن العالمي. فما أبرز مبادئها؟ المبدأ الأول، جوهر هذه الرؤية، هو الدعوة إلى مفهوم الأمن المشترك واحترام أمن كل دولة وحمايته وتحقيق الأمن بالحوار السياسي والمفاوضات السلمية. أما المبدأ الثاني فينص على احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. ماذا عن المبدأ الثالث؟ إنه السهل الممنوع في العالم، إذ ينص على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه، حيث الدعوة إلى التأمل العميق في الدروس القاسية للحربين العالميتين الأولى والثانية. المبادرة الصينية في مبدأها الرابع تدعو إلى عدم التجزئة بين الأمن الفردي والأمن المشترك، وبين الأمن التقليدي والأمن غير التقليدي، وبين الأمن والتنمية، بما يؤدي إلى تكوين هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام من أجل تحقيق الأمن العالمي. أما المبدأ الخامس فيمكن اعتباره خلاصة ما سبق، إذ ينص على الالتزام بالحل السلمي للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار. وختاما يدعو المبدأ السادس من المبادرة إلى تعاون الدول لمعالجة مستدامة للنزاعات الإقليمية والتحديات العالمية كالإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي. هل لديك بداية من تعليق سيد شاهر الشاهر على هذا العرض؟ وهل من عوائق كلها يعني شعارات ترفعها حقيقة كل الدول، هل من شيء توقفت عنده الصين حقيقة بشكل يعني يوضح أنه في سيكون خطة للعمل وستطبق أو تكون حل لكل هذه الأطراف المتصارعة؟ طبعا من يقرأ هذه المبادئ للوهلة الأولى يرى أنه ليس هناك أي شيء جديد. ربما هذه المبادئ كلها موجودة في ميثاق الأمم المتحدة الذي وضع قبل 8 عقود. أخبرنا ماذا تخفي؟ سأفهاتي ليس يخفي، هو من يقرأ يقول أن هذه المبادئ لماذا نعيد طرحها اليوم، هو مؤشر على أن العالم فشل في تطبيق هذه المبادئ. الصين تريد أن تقول للعالم، هي في كل مبدأ من هذه المبادئ توجه رسالة إلى الولايات المتحدة وإلى العالم، هي توجه رسالة إلى الولايات المتحدة تقول لهم أنكم فشلتم في تطبيق هذا المبدأ، أو أنكم أنتم من انتهك هذا المبدأ، أنتم من ادعى حماية النظام الدولي وأنتم من كان له دور كبير في وضع ميثاق الأمم المتحدة وأنتم من ينتهك هذا الميثاق. إذن في كل مبدأ من هذه المبادئ هي رسالة مبطنة للولايات المتحدة ورسالة للعالم وعودة إلى المبادئ التي طرحها العالم. هي تقول للعالم أن هذا النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة هو اليوم أقصى ما نتمناه، أن نعود 80 عاما إلى الوراء إلى المبادئ التي طرحتها الأمم المتحدة ونسعى إلى تطبيقها. ودائما نحن نقول أن هذه المبادئ مثالية ولا يمكن تحقيقها. نعم، لأن
العالم بدأ يعيش منطق النظرية الواقعية التي تقوم على مبدأ القوة ولا شيء سواه، حيث قامت الولايات المتحدة بفرض هذا المبدأ وأصبح حق القوي هو الأساس ولا منطق لمن لا يملك القوة على أرض الواقع. فهذه هي الرسائل المبطنة من هذه المبادئ. طيب، الول ستريت جورنال تحدثت أن الرئيس الصيني يستعد لزيارة الرئيس الروسي، هل ستكون هذه الزيارة ستحمل أيضا يعني بدء العمل بهذه المبادرة، وسنكون أمام إعلان للقاء أيضا مع الرئيس الأمريكي من بعد هذا اللقاء مع الرئيس الروسي؟ طبعا الحديث عن الزيارة ستكون في فصل الصيف. الصين دائما تتحاشى الوصول إلى أي تصعيد مع الولايات المتحدة وحلف الناتو. أعتقد أن طرح هذه المبادرة سوف يهدئ من التمهيد لهذه الزيارة التي سوف يقوم بها الرئيس شي إلى موسكو. العلاقات بين موسكو وبكين هي علاقات متميزة جدا، وعلينا أن نرى هل العلاقات أيضا هي لمصلحة موسكو أم لمصلحة بكين. في الحقيقة اليوم أصبحت العلاقات هي لمصلحة بكين، التي أصبحت هي طوق النجاة، بمثابة طوق النجاة لروسيا في ظل ما فرض على روسيا من عقوبات اقتصادية كبيرة وعقوبات مالية، وفي ظل المقاطعة الغربية لشراء النفط من روسيا. وهنا دائما نتحدث أن نقول أن طرفي الحرب في أوكرانيا وقعا في سوء التقدير، فالغرب قدر بأن موسكو لن تستمر في هذه الحرب لأنها لا تستطيع أن تصمد أمام العقوبات الغربية، وقدرت موسكو أن الغرب لا يستطيع أن يصمد أمام فقدانه للنفط الروسي. فالطرفين ربما وقعا في سوء التقدير في هذه الناحية. هذه الصين دائما تفكر بإيجابية وتحاول أن تستثمر أي لحظة وأي موقف، وهي استثمرت هذه اللحظة وحققت مكاسب كبيرة على الصعيد. سيد شاهر، ماذا عن آلية التطبيق ومن الأطراف اللي ستعمل معها ربما كوسطات يعني لتطبيق وبداية تطبيق هذه المبادرة؟ طبعا الحد هنا يتوقف على الأطراف الفاعلة. الأطراف الفاعلة يعني لا يمكن أن نتحدث مع زيلينسكي لأنه هو أداة وليس طرف في ما يحدث. الجميع يعرف أن الحرب هي بين طرفين، هي الولايات المتحدة وروسيا. فإذا كنا نريد أن تكون هذه المبادرة ناجحة أو نتوقع منها النجاح، يجب أن تحظى بقبول من الولايات المتحدة ومن موسكو. أنا أعتقد أن موسكو منفتحة على الحوار، وعدة مرات كان لها دور في قبول هذا الحوار، وخاصة إذا كان مطروح من الصين لما للعلاقة بين روسيا والصين من خصوصية. يبقى الطرف الأمريكي يخضع لحسابات أخرى. الآن الولايات المتحدة تحقق مكاسب، لكنهم إلى متى هم يقبلون على استحقاقات انتخابية؟ سوف يكون هناك انشغال للرئيس الأمريكي بعد عدة أشهر بوضعه الخاص، وضعه الانتخابي، وسوف يبدأون بانتظار من سيأتي إلى البيت الأبيض جمهوريا أم ديمقراطيا، ويحدث نوع من التعطيل لذلك. أنا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سريع بتجميد الصراع. الآن لا يمكن حل الصراع في أوكرانيا ولا يمكن إيجاد مخرج له إلا بالتجميد، وهي حالة موجودة. تجميد الصراع كما حدث في الصراع بين الكوريتين ربما هي حالة قريبة. والآن عندما نتحدث عن عدم القدرة على تأمين القذائف التي تحتاجها أوكرانيا حتى من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة، فنحن نستذكر ما كان في الحرب العالمية الأولى عندما بدأنا بالحديث عن فقدان الأسلحة وفقدان الذخائر، وثم وصلنا إلى نهاية لهذه الحرب. كل الشكر لك سيد شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين، كنت معنا من بكين. شكرا لك. في المشهد الصحي، كان معروفا أن القطاع الطبي في سوريا يعاني الكثير من جراء الحرب والحصار والعقوبات الغربية، لكن الزلزال المدمر جاء ليكشف أكثر النقص الكبير في المعدات والأدوات الطبية الضرورية، حيث يمكن القول أن معاناة القطاع الصحي في سوريا تجعله محتاجا إلى إنعاش سريع. أدت المساعدات دورا بسيطا فيه، وأن هناك حاجة إلى المزيد. طبعا نشاهد هذا التقرير ونعود بعده للنقاش. We'll be right back.
للحديث أكثر ينضم إلينا من اللاذقية السيد نقيب الأطباء وأطباء المحافظة الدكتور منذر بغداد. سيد منذر أو دكتور منذر، أهلا وسهلا بك. دعنا بداية نعود ونقف من جديد على هذه المعاناة الآن في سوريا بعد الزلزال، لأنه يجب دائما التذكير بها، لأن هناك مسؤولية على الجميع لإنقاذ سوريا من هذا الوضع حقيقة، خاصة على الصعيد الصحي والطبي. مساء الخير بداية، والرحمة لضحايا الزلزال اللي أصاب سوريا والمناطق المجاورة، مع تمنياتي للشفاء العاجل للجرحى والمصابين اللي أصيبوا في هذه الزلزال الكارثي الكبير التي حلت على بلدنا الحبيب. طبعا بداية بحب نوه أو أكد على أن القطاع الصحي يعاني بشكل واضح وصريح خلال فترة الأزمة، خلال السنوات الماضية العشر أو 12 سنة الماضية عانينا معاناة حقيقية كقطاع صحي من ناحية تأمين المستلزمات الطبية والوسائل التشخيصية اللي بتعتبر صارت عنصر مهم وأساسي في تقديم الخدمة الطبية. الخدمة الطبية ليست بالكوادر فقط، كوادرنا الطبية نفتخر بها، وهناك كوادر طبية على مستوى عالي وقدرة عالية جدا جدا من القدرة على تقديم الخدمات الطبية المثالية والجيدة، لكن حتى تتوج هذه الخدمات الطبية بالشكل الأمثل والشكل الصحيح لابد من أن يكون هناك وسائل تشخيصية ذات أهمية، وخاصة التطور العلمي اللي عم بيصير فيما يخص هذه الوسائل التشخيصية. فمن غير المقبول أنه نكون نحن في سنة 2023 ونعتمد على جهاز من 20 سنة مثلا موجود في القطاع الصحي، هناك أجهزة وأجيال جديدة ظهرت ووسائل تشخيصية صارت على درجة كبيرة من التطور. ناهيك على الأجهزة الموجودة حاليا واللي صار لها 20 سنة عم تشتغل وهي أجيال قديمة تقدم الخدمة الطبية بالشكل المقبول، أصبحت هذه خارج الخدمة خلال الفترة الماضية بسبب الحصار وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلي لهذه الأجهزة. لذلك كانت معاناة القطاع الصحي في هذا المجال. أما فيما يخص الكوادر الطبية، كان عندنا كوادر طبية قدرت وبشكل ممتاز جدا جدا على تجاوز مراحل الأزمة الأولى والزلزال أيضا. منذ اللحظات الأولى للزلزال كوادرنا الطبية استنفرت مثل عادي. خلال فترة الأزمة أيضا كنا نعاني من تفجيرات وعمليات إرهابية في المحافظة وخارج المحافظة وفي المدن السورية الأخرى. صحيح. كانت الكوادر الطبية هي اللي تقدر أو هي اللي تستطيع تقدر تغطي هذا النقص في الوسائل التشخيصية أو في المستلزمات الطبية. ما هي، أعطينا مثل على هذه الوسائل التشخيصية لو سمحت. العنصر الأساسي والمهم دكتور، هذه الوسائل التشخيصية عن ماذا تتحدث اليوم؟ أعدادها كم؟ الوسائل التشخيصية مثلا هلا بدنا نحكي في كل قطاع، في كل مؤسسة صحية، في كل مؤسسة صحية من مؤسسات الدولة في القطاع العام طبعا اللي هو مسؤول عن تقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة الموجودين والمواطنين الذين يعيشون على أرض الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن انتماءاتهم، بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن انتمائهم. يعني نحن عندنا في سوريا دائما العلاج مجاني في قطاعنا الصحي، حتى في الهيئات المستقلة التي تعتبر مأجورة هناك 60% منها مجاني لتأمين الخدمات الطبية الإسعافية وتأمين العلاج المجاني لكل المواطنين اللي بحاجة لهالشيء، إضافة لقسم منه مأجور، إضافة لمشافي كلها مجانية تماما. طبعا اللي بدي أقوله أو اللي عم تسأليني عنه، في وسائل تشخيصية متعددة ما بتغيب عن أي طبيب، مثلا الطبق المحوري. الطبق المحوري فيه مشافي كثيرة أصبح خارج الخدمة بسبب حاجته إلى قطعة قد تكون هذه القطعة بسيطة. لو نتمنى أنه هذه القطعة لو تؤمن بأسرع وقت ممكن بعيد الطبق المحوري للعمل بأسرع وقت ممكن، وبالتالي يقدم خدمة طبية جيدة للمريض وللطبيب أيضا بنفس الوقت للحصول على تشخيص جيد وبالتالي الوصول لنتيجة علاجية ممتازة. هاي نقطة. النقطة الثانية، هناك أجهزة أصبحت دخلت على القطاع الطبي أو القطاع الصحي في سياق التطور اللي شهده القطاع الصحي في العالم كله. صح. معروف عنه أنه القطاع الصحي عم يتطور بشكل مضطرد ويتنامى بشكل سريع جدا جدا. طيب المساعدات كلها، هذا التطور المساعدات كلها اللي على الصعيد الطبي اللي وصلت ومن أكثر من دولة، لم يكن فيها هذا النوع من المساعدات أو وصول هذه الآلات
شو كان نوع المساعدات الطبية اللي وصل وماذا يغطي؟ أي نوع إصابات تغطي؟ لقلك شيء صديقي، لقلك شيء. القطاع الصحي معاناته على مدى سنوات طويلة لا يمكن أن تغطيها المساعدات بالشكل الأمثل. مشكورة الدول الصديقة ومشكورة كل الدول اللي قدمت مساعدات للشعب السوري خلال هذه الفترة، لكن هل يمكن أن نحقق مساعدات، يعني نستطيع من خلال هذه المساعدة أن نحقق خدمة طبية مثالية؟ هذا غير ممكن، لأنه نحن بحاجة إلى وسائل تشخيصية، إلى بنية تحتية أساسية في المشفى افتقدناها خلال الفترة الماضية من الحصار. يعني ما ممكن يجيبوا لي جهاز رنين مغناطيسي في المساعدات خلال أسبوع أو 10 أيام ويوضع بالخدمة لتقديم الخدمة الطبية المثالية. لا يمكن أن يجيبوا لي جهاز طبقي محوري يعطيني خدمة طبية مثالية أو وسيلة تشخيصية سريعة تقدم خدمة طبية مثالية في ظل هذه الكارثة اللي حلت في البلد. قدموا مشكورين مجموعة من المساعدات، وكم هائل من المساعدات اجت من الدول الصديقة. هذه المساعدات تركزت على المواد الطبية والمستلزمات الطبية، على المواد الإسعافية الأساسية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية. أما نحن معاناتنا أساسا هي في التجهيزات الطبية اللي صار في حصار عليها ومنعونا من استيراد هذه التجهيزات الطبية، وبالتالي في خطة بما يحقق التطور الحقيقي اللي عم يجاري تطور الدول المجاورة. طيب، في خطة على الصعيد الرسمي؟ في شيء بدأ يحكى على الصعيد الرسمي أو مع من يأتون لهم علاقة بالقطاع الطبي؟ اليوم كان في وزير الصحة الإماراتي مثلا، قبله أتوا من منظمة الصحة العالمية. في كلام أقل له علاقة فقط بالقطاع الصحي والطبي أن يكون مفتوح لوصول هذه الآلات؟ في خطة بدأت على الصعيد الرسمي أو الدولي أو غيره أو شيء لم يعلن بعد؟ هلأ أكيد 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 الوزارات المعنية في الحكومة السورية على اطلاع بشكل جيد جدا على كل المستلزمات والمواد الضرورية والأساسية لتنمية القطاع الصحي في سوريا. هن المطلعين، السيد وزير الصحة ولا السيد وزير التعليم العالي ولا الخدمات الطبية العسكرية، هي مطلعة بشكل كامل على ما ينقصها من هذه التجهيزات، وبالتالي هي تستطيع من خلال التواصل مع المعنيين أو اللي عم بيقدموا هذه المساعدات أن يحطوا هؤلاء بالصورة اللازمة لتنمية هذا القطاع الطبي بشكل أمثل. يعني معروف تماما شو معاناة كل مؤسسة صحية من مؤسسات الدولة. دكتور، لأنه انتهى وقتنا، التجهيزات اللي ناقصتها وبالتالي بده يجيبوها بأسرع وقت ممكن. طيب، لأنه انتهى وقتنا، كل هذا النقص سواء بالحرب أم حتى بعد الزلزال، وتحديدا بعد الزلزال، كم كلفنا خسارة للأرواح لو كان في، لو لم يكن هناك نقص؟ يعني لأي درجة كان فرق المشهد؟ وبشكل سريع لو سمحت. صديقتي، هذا هو الشيء اللي حابب احكيه تماما، انه كوادرنا الطبيه استنفرت منذ اللحظات الاولى للكارثه وقدرت تقدم خدمه طبيه مرضيه جدا جدا. لو كانت هذه التجهيزات موجوده لكانت النتائج اجود بكثير بكثير بكثير، لكن نتيجه نقص الوسائل التشخيصيه لم تستطع هذه الخدمات الطبيه تحقق اهدافها الحقيقيه والتي تتمناها لتقديم الخدمه الطبيه المثاليه. الكارثه كانت يعني لولا الكوادر الطبيه ومهاره هذه الكوادر لكانت الكارثه اكبر بكثير. كل الشكر لك دكتور منذر بغداد، نقيب الاطباء في محافظه اللاذقيه. في مشهد اليوم، بعد عامين من إلغائها بسبب جائحة كورونا، يطل الفرح من شوارع ريو دي جانيرو البرازيلية، فمواكب الكرنفال عادت بعروض السامبا الكبيرة والبراقة المزدحمة، المواكب المرصعة بالثياب التي أنتجتها مدارس السامبا بعد أشهر من العمل على تصاميمها، تجوب جادة سامبا دروم الشهيرة في المدينة، وتتنافس في هذا الكرنفال 12 مدرسة للسامبا على لقب أفضل استعراض، حيث تتضمن المواكب عربات ملونة تسير على وقع موسيقى صاخبة وبمشاركة المغنين وعازفي الطبول والراقصين. نسخة هذا العام لم تتطرق إلى مواضيع سياسية كما في السابق، وفيما يبدي قليل من سكان ريو دي جانيرو انزعاجهم من صخب المهرجان، ينتظره كثيرون بفارغ الصبر كجزء من فرحهم السنوي وهويتهم الثقافية، إلى درجة دفعت بأحد المشاركين للقول إن هذا الكرنفال موجود في حمضه النووي.
من جديد أهلا بكم. تأكيد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك عدم وجود أي أساس قانوني لتصنيف حرس الثورة الإيراني منظمة إرهابية يحيل إلى السؤال عن توقيت هذا التصريح ودلالاته. ففي حديث إلى راديو فري يوروب أكدت بايربوك أن الخبراء الألمان لم يجدوا أي أسس قانونية لتبرير أي خطوة للاتحاد الأوروبي لتصنيف حرس الثورة في إيران منظمة إرهابية. هل هي خطوة تهدئة أوروبية تجاه طهران في ظل رغبة الجميع بالعودة بالملف إلى سكة التفاوض؟ وحول هذا الموضوع معنا من برلين الصحافي المتخصص بالشؤون الأوروبية سيد ناصر جبارة. سيد ناصر أهلا وسهلا بك معنا. أسألك بداية، ما خلفية هذه الخطوة من ألمانيا تجاه طهران؟ أعتقد دعيني أسمي هذه خلفية فشل في إقناع الدول في الاتحاد الأوروبي بوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الكيانات الإرهابية، لأنه نفس الوزيرة اقترحت في إطار ثلاثي ألماني فرنسي هولندي في يناير الماضي بضرورة تقديم مبادرة يضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية، ونفس الوزيرة الآن تخرج علينا وتقول إنه لا أساس قانوني. من الناحية الإجرائية أعتقد يمكن طرح قبل أن أتحدث معك عن الناحية الإجرائية، عندما تتحدث حضرتك عن الفشل، عندما ذكرت الفاينانشال تايمز هذا الموضوع ب 30 من يناير أنه كان الألمان والفرنسي تحديدا موافقين على هذا القرار، فشل، ما الذي حصل حتى فشلوا في أن يضعوا الحرس على قائمة الإرهاب؟ لا، حضرتك تحيليني إلى تصريح مفوض الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي قال لا نستطيع من الناحية القوانين أن نبادر في هذه الخطوة، لأنه لا يوجد لغاية الآن دولة أوروبية واحدة قدمت لدينا طلب رسمي بأنه عندها محكمة معينة، لنقل محكمة في مدريد في برلين، بأنه أنا لدي دلائل دامغة بأن الحرس الثوري الإيراني يمكن إضافته إلى لائحة الإرهاب. إذن لا توجد هذه الدول. بس يا سيد ناصر، هم يخترعون، يعني هم بس عندما يريدون يخترعون حجج قانونية. والفاينانشال تايمز تحدثت أنه الاتحاد يستكشف الخيارات القانونية، ممكن أن يكون بعد وقت في اختراع لحجج قانونية يدخلون من بابه. طبعا كل شيء ممكن، لكن في رادع الان جعلهم يفشلوا في وضع ربما غير الاسباب القانونيه، الا ترى ذلك؟ يعني هناك سبب ثاني، انا اعتقد انه هناك ثلاثه اسباب مباشره لعدم ذهاب الاوروبيين في هذا المسار. السبب الثاني هو انه اعتقد انه الاوروبيين تحديدا في الاطار الثلاثي الاوروبي الالماني الفرنسي هم شركاء في المفاوضات مع ايران، لا يريدوا خساره ورقه المساومه مع الايرانيين، وهم يريدون المحافظه بطريقه او باخرى على مفاوضات على الاتفاق النووي الايراني، لا يريدون الخروج من هذه المفاوضات، لانهم يعرفون ان الكلمه الفصل في هذا الموضوع هم الامريكيون. واعتقد انه ذهاب الاوروبيين في هذا المسار التصعيدي مع ايران سيفقدهم هامش كبير من المناوره مع الايرانيين، انا اعتقد هذا السبب الثاني. لكن ايضا هناك سبب ثالث يتعلق بانه الآن هناك خمس حزم عقوبات أوروبية على إيران، تشمل أشخاص تشمل منظمات، ولهذا يمكن فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص دون الاضطرار إلى فرض عقوبات أو إلى وضع جيش كامل على لائحة الإرهاب. أنا أعتقد هناك عدة أسباب حالت دون ذلك، ولكن في رأيي أن بالنسبة لي أنا هي في نوع من تحكم الحقيقة، لأنه نفس الوزيرة كما قلت لحضرتك حاولت في يناير الماضي أن تذهب في هذا المسار، ونفس الوزيرة تخرج علينا وتقول لا يوجد لدينا حجج قانونية أو أساس قانوني نبني عليه. إذن الناحية الإجرائية مهمة، ولكن كما قلت حضرتك نعم يمكن هذا الموضوع له أيضا جانب سياسي، ويمكن اختلاق حجج حفز دول أوروبية على الذهاب
في هذا المسار. طيب لأي مدى سيد ناصر جبارة، وإذا أمكن أن تحدثنا إن كان أكثر بالتفصيل عن الناحية الإجرائية، لأي مدى الرد الإيراني الذي قال أنه رد على هذه الخطوة من قبل أوروبا في حال وضعت الحرس على قائمة الإرهاب سيكون الرد بالميدان وله أثر على السلم الدولي ولن يقف عند حدود العلاقة بين إيران وأوروبا، لأي مدى هذا الرد الإيراني كان له أثر في أن تكون النتيجة على هذا الشكل؟ أنا تحدثت عن ثلاثة أسباب، ولكن أعتقد أنه هناك سبب آخر يتعلق في أنه الأوروبيين يعرفون أن التأثير الإيراني على ملفات أمنية كثيرة جيوسياسية في المنطقة كبير، ويعرفون أن ذهابهم في اتجاه تجريم الحرس الثوري الإيراني سيفقدهم الكثير من التأثير على الحكومة الإيرانية. ومن هنا أعتقد أن التهديد الإيراني، الاتحاد الأوروبي يعتبر إيران دولة مهمة، وهو الآن في يعني هناك أعتقد أنه قناعة باتت عند المسؤولين المختصين في السياسة الخارجية الألمانية، ولكن الثينك تانكس القريبة من المستشارية والخارجية الألمانية، أنه إيران باتت تقترب أكثر وأكثر من القنبلة، من صناعة قنبلة نووية. وهذا بالتأكيد كل آخر شيء تحتاج له أوروبا في الوقت الراهن هو أن يتفجر صراع آخر إضافة إلى الحرب الأوكرانية. هم الآن لا هم ولا الأمريكيون مستعدون في الوقت الراهن للدخول في معركة جديدة. يعني حتى إسرائيل نفسها، حتى إسرائيل نفسها قالت أنه يجب أن نقتنع ونتعايش مع إيران النووية، لأنه هذا ستكون خسائر أفضل من الصراع معها بنتائج ستكون مدمرة. برأيك هذه التهدئة ستعيد بشكل أو بآخر المفاوضات إلى السكة الصحيحة وتنطلق من جديد وتكون بادرة خير أو حسن نوايا؟ يعني إذا رجعنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، ولكن أيضا وزير الخارجية وبعض المسؤولين الأوروبيين يعتبرون هذه المفاوضات ميتة، والآن تأتي تخرج علينا بلومبرغ وتقول إن الإيرانيين يخصبون من نسبة 84%. أعتقد أنه 85% يعني صناعة أسلحة، أنا لست خبيرا في هذا المجال، ولكن أنه أعتقد 85% إلى 90% يمكن صناعة قنابل نووية. أعتقد أن المسألة باتت حرجة جدا، وأعتقد أن الملف الإيراني سيتحرك أيضا في الأسابيع المقبلة، علما أن هناك واضح أن الأوروبيين يريدون التهدئة ومختاروا الزمان المناسب من أجل القول نحن الآن لن نذهب كما ذهب الأمريكيون ووضعوا الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، نتريث قليلا حتى لا نفتح جبهة جديدة، حتى لا نكون أمام تصعيد جديد مع إيران سيضر بمصالحنا في المنطقة، سيضر بحلفائنا بالمنطقة، ولكن أيضا سيفقدنا الكثير من الضغط على الحكومة الإيرانية الضالعة في كثير من الملفات في المنطقة، المؤثرة في كثير من الملفات في المنطقة. ولهذا ربما يؤشر هذا القرار الأوروبي أو هذا التلميح الأوروبي إلى انفتاح أوروبي أكبر على استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل بخصوص الملف النووي، وخاصة بعد فشل هذه الدول تحديدا في زعزعة أمن واستقرار والداخل الإيراني. كل الشكر لك سيد ناصر جبارة، الصحافي المتخصص بالشؤون الأوروبية، كنت معنا من برلين. في المشهد أونلاين، الآلاف من موظفي شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك وتطبيق واتساب وصلتهم تقييمات سلبية لعملهم من إدارة الشركة. صحيفة وول ستريت جورنال لفتت إلى أن هذه الخطوة تصنف كمؤشر على موجة تسريح جديدة قد تكون في الطريق، وهي تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الأمان الوظيفي في ميتا وحول الأسباب الحقيقية لموجات التسريح فيها. فهل يرفع مارك زوكربيرغ سيف الكفاءة ليبطش به موظفيه؟ مشاهدة التقرير. We'll be right back.
وللمزيد ينضم إلينا من نيويورك محرر ليبراسيون نيوز والخبير بمنصات التواصل الاجتماعي وولتر سمولارك. سيد وولتر، أهلا وسهلا بك. ما الذي حقيقة تفعل متى؟ Well, I believe what Meta is trying to do is to cut its costs in order to maximize profits. أعتقد أن متى تحاول أن تقوم بتخفيض مصاريفها لكي تزيد من أرباحها، وهذا ما تقوم به الشركات الكبرى مثل متى وغيرها، وهذا يحصل عندما يواجه العالم أزمة اقتصادية كبيرة. تحاول الشركات الكبرى أن تخفف من مصاريفها لكي تزيد من نسب أرباحها. وما رأيك بالحجج التي أعطاها زوكربيرغ؟ هو لم يقل طبعا هذا السبب وهذه الخلاصة، لكنه تحدث عن موضوع الكفاءة وأمور كثيرة غير تعد ربما كحجج، لكن في النهاية نرى أن الهدف هو التخلص من الموظفين. Right. Well, I think it's quite clear that these poor performance reviews that were. أعتقد أنه من الواضح أن هذه. هذه هي حجج فقط للقيام بهذه الخطوات، وأن عدد الأشخاص الذي يتوجب على ميتا أن تفصلهم عن العمل لكي تتمكن من زيادة إذن نسب أرباحها هو مماثل لنسب لعدد الأشخاص الذين يتم إبعادهم عن العمل. إذن وهذه حجج واهية فقط. طيب سيد وولتر، كيف يمكن للموظفين أن يواجهوا ما تقوم به ميتا؟ عبر أي أساليب وقنوات؟ I'm sorry, could you repeat that? I think there may have been a problem with our connection. سيد وولتر؟ Yes. طيب سأعيد عليك السؤال سيد وولتر، كنت سألتك ماذا يمكن للموظفين الذين يتم تسريحهم، لأنه هي ليست المرة الأولى وكل مرة في أعداد كبيرة حقيقة من تسريح للموظفين، عبر أي قنوات ممكن أن يلجأوا هؤلاء الموظفين لأخذ حقوقهم، سيما وأنه الهدف هو المزيد من الربح وهنا في صرف تعسفي دون أي يعني أسباب حقيقية؟ Yes, that's right. I mean, I think any employee who's hired إن أي موظف يجب أن يتوقع أن يتم احترام حقوقه الأساسية، ولكن إن أي موظف يمكن أن يواجه هذه التدابير التعسفية غير المبررة، إن هذه التدابير تعد انتهاكا للحقوق الأساسية لأي موظف في أي شركة. في الوقت عينه يمكننا أن نرى أن شركة ميتا وشركة فيسبوك تحصل على أرباح ضخمة يمكن أن تستخدمها لإيفاء حقوق هؤلاء الموظفين. هو أن هذه الشركات تنفق مليارات الدولارات خلال الأشهر القليلة الماضية، إذن أنفقت مليارات الدولارات، وهذا يظهر النفاق المعتمد لأنهم يتعاملون مع مستثمريهم بطريقة مختلفة عن تلك التي يتعاملون بها مع موظفيهم. طيب هذا النفاق ألا يؤثر على استمرارية هذه الشركات، سيما وأنه الكل بات يعرف أنها شركات تسعى لتحقيق الربح ولا يهم الموظفين؟ It very well might. I mean, we saw. نعم، قد يؤثر ذلك على هذه الشركات. ولقد رأينا ما فعله إيلون ماسك عندما اشترى شركة تويتر وقام بتسريح آلاف الموظفين في عدد من القطاعات الهامة في هذه الشركة، وإذا ما سلكت ميتا الطريق عينه وقامت بتسريح الموظفين سوف نرى آثارا سلبية على أداء الشركة وعلى المنتجات التي توفرها طبعا. طيب سيد وولتر، هل فقط الأزمة الاقتصادية هي السبب وراء هذه الخطوة، أم موضوع التنافس اللي بات اليوم بين التطبيقات وكل تطبيق أي يعني مجموع يدخل من الأموال، هل له هذا دور المنافسة ربما أيضا مع تيك توك ويعني النجاح الصاروخي لهذا التطبيق؟
نعم، إن المنافسة القائمة بين هذه التطبيقات تعد عاملاً أساسياً، ولكن هي ليست العامل الوحيد الذي يتم أخذه بعين الاعتبار لتقييم الشركة في الأسواق، ولكن هذه الشركات أيضا تتنافس فيما بينها لكي تستغل القوى العاملة فيها إلى أكثر حد ممكن. تقوم شركة فيسبوك بتسريح موظفيها، وتويتر أيضا، ومايكروسوفت أيضا يقومون بهذه الخطوة، وهذا بهدف حث موظفيهم على العمل بشكل أكبر ولبذل جهود أكبر من دون أن يتم إذن زيادة المداخيل لهؤلاء الموظفين. طيب سيد وولتر، أنهي معك بهذا السؤال. أيا كانت الأسباب، يعني حقيقية أم هي حجج واهية، هل يحق للرئيس التنفيذي أن يلجأ، أنه كون شركته أن يلجأ لهذه الخطوات؟ بالنهاية هو حر، قد يجعل شركته كلها تعمل على الذكاء الاصطناعي دون موظف واحد يعمل فيها، هل يحق له بالنهاية أن يأخذ هكذا قرارات؟ هو يريد أن يحقق ربح. من وجهة النظر القانونية هو يمكنه القيام بذلك، وهو يحق له القيام بذلك، ولكن إذا ما نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر أخلاقية، هذا أمر يؤدي إلى خسارة آلاف الأشخاص لوظائفهم ومداخيلهم، عائلاتهم سوف يتأثرون، أسرهم، مجتمعاتهم سوف تتأثر، وهذا أمر له تداعيات اجتماعية ضخمة. ومن المؤسف أن نرى أن هؤلاء حيتان الأموال مثل مارك زوكربيرغ وغيره من مدراء الشركات يمكنهم أن يقوموا بهذه الخطوات التي تؤثر بشكل كبير على المجتمعات وعلى الموظفين. كل الشكر لك سيد وولتر سمولارك، الخبير بوسائل التواصل الاجتماعي والمحرر بليبراسيون نيوز، كنت معنا من نيويورك. مشاهدينا، بهذا تكون اكتملت المشاهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.